الراديو 90 90 هواها مصري. في حد بيسألنا هل لازم البني آدم الشقي الطفل يعني الشقي يبقى ذكي والعكس؟ يعني في علاقة طبعًا شرطية طبعًا بينهم؟ طبعًا طبعًا. ومش بس الشقي ده، الأطفال اللي عندهم فضول كمان. يعني في دراسة اتعملت في جامعة جونز هوبكنز في أمريكا في الولايات المتحدة في بالتيمور، قالت أن فضول الأطفال ينطوي على الذكاء. بمعنى إيه؟ عملوا تجربة، وفي تجارب على فكرة بتتعمل غريبة شوية في الطب. يعني تلاقي تجربة مثلا اتعملت لمدتها 20 سنة، انه مثلا بيجيبوا اطفال عمرهم مثلا من سنة ونص لثلاث سنين مثلا. حل. ايه التجربة؟ انهم بيحطهم في مكان، والمكان ده فيه حاجات مخفية او مغلفة او محطوطة في علب او كده، يشوفوا الفضول بتاعهم. ويجيبوا اطفال، الأطفال دول بيكونوا متقاربين في المستوى الاجتماعي طبعا في سنهم، ومتقاربين في المستوى الاجتماعي، ومتقاربين في الخلفية الاجتماعية وما إلى ذلك. تمام. وبيقيسوا درجة فضول هؤلاء الأطفال تجاه هذه الأشياء، فبتلاقي إن في أطفال بتقعد كده ملاش دعوة بحاجة، أو تمسك الحكاية وتبصلها من بعيد، وفي أطفال تبتدي تحاول ايوه، وفي اطفال البطه بالظبط، وفي اطفال تبتدي تحاول تكتشف بعض الاشياء، وفي اطفال بقى تجيب الحاجات راسا على عقب. يعني يجوا بعد كده يراقبوا هؤلاء نفس الاطفال في عمليه التحصيل الدراسي. تمام. مثلا في بدايه الدراسه، وبعد كده يراقبوهم وهم في سن المراهقه، وبعد كده يراقبوهم مثلا. فاحيانا في تجارب، يعني التجربه اللي انا بحكي عليها دي فعلا حرفيا خدت 20 سنه. 20 سنه اكتشفوا ان الاطفال اللي هم كانوا في الاول خالص عندهم رغبة في الاكتشاف والفضول بمعنى أدق، يعني تابعوهم لحد ما كبروا، تابعوهم لغاية ما كبروا، اكتشفوا أن الأطفال دول كان عندهم ذكاء حسابي عالي جدا جدا، وكان عندهم مش بس كده، قدرة على الاقتحام في مشاكل. يعني كانوا ليدرز مثلا في المدارس، وكانوا هم يبقوا دايما يحاولوا مثلا يمارسوا رياضة، فتلاقيهم هم اللي ينسقوا الموضوع أو اللي ينظموا الخروجات أو الحاجات دي كلها، لغاية ما انتهى بيهم الأمر أن هم كانوا بالحسابات بقى الاختبارات الذكاء اللي هي الاي كيو تيست، لقوا ان الاطفال دول اللي كانوا فضوليين وهم عمرهم سنه ونص. تمام. كانوا اكثر الناس معدلات في معدل الذكاء او في معامل الذكاء. معنى كده ايه؟ معنى كده انه بلاش نقف احنا في سبيل، لان الاطفال بتخاف، الاطفال الصغيره بتخاف حتى من الصوت العالي. واحنا عندنا الحقيقه كل حاجه. فاطمه انا بقول كده ليه؟ لان في ناس فاهمه التربيه غلط، فاهمه انه لو عندكم حاجه غاليه او بتخافوا عليها شيلوها من قدام الاطفال، ما دون ذلك اسمحوا للاطفال بمسك الاشياء واكتشافها، وقعدوا معاهم وقولوا لهم الحاجه دي بتشتغل ازاي، وفكوها ورجعوا ركبوها تاني ايا كانت الشيء ده، طالما ان هي مش مضره. انما احيانا الناس فاكره زي ما بقولك ان التربيه هو ايه بس سيب من ايدك مش عارف ايه بتاع، اوعى تيجي جنبي مش عارف كذا، وتلاقي عيني العيال قاعدين، عارفه زي نظريه لما نروح عند طنط فاطمه اوعى تقول انك جعان، عارفه انت؟ لا كنت بقول ايوه، ما هو ناس طبيعيه اللي هو ايه، فتلاقي بقى عيني الطفل ده يتسائل اللي هو عايزه تاكلي يا حبيبتي، فتلاقيها بتبص وباين عليها جدا ان هي عايزه تاكل، فلو اوعي تقولي انك جعانه. لا عايزه اضحك يا دكتور على حاجه، بمناسبه ان الاطفال بتخاف من صوت العيال، بزعق لبنتي من يومين كده، لا عملت حاجه صعبه شويه، فاللي هو يا لهيله مش عارفه. ايوه يعني ده استثناء عن يا لهيله مش عارفه ايه. فياسين طلع من الاوضه كده بص لي وشاور لي بصباعه، قال لي على فكره انت خضتيني وكده غلط، وزبدي مش انا فضلت بصاله وكده غلط وكده غلط، ده تحذير هدوء على فكره، انت خضتيني وكده غلط. ولادك ما شاء الله يعني والله يا دكتور احرجك احرجك، انت عايشه متعذبه. انا اسفه ليك واسفه لي على فكره. انا اللي بتربى في العلاقه دي، انا بحس ان انا بس انت كده اللي بيزرع بيحصد. انت عشان فهمتيهم الصح، فابتدوا هم، تخيلي بقى لما انت بيقاوموني يفكروني تغلطي، فده حاجه تفرح، ما حاجه ما تضايقش خالص يعني.